تساقطت مؤخرا أمطار كبيرة على ولاية الجلفة، إلا أنها لم تساهم في خفض أسعار أعلاف المواشي التي لا تزال مرتفعة في الأسواق السوداء. جهة الظاهرة كاينة الماكلة تاع الأرض كاينة، صح هنا كلش غالية، هنا الشعر غالي، الباقة غالية، والزواير راها هاك وهاك، راها الناس تدحي باصر فيها وربي إن شاء الله يجيب لي فيها الخير. راه غالي، الشعير راه غالي، الماكلة راه ما كاينش، الجفاف كاين. هذا شنو نقول لك أنا؟ هذا شنو نقول لك؟ الأعلاف شحال راه داير؟ الشعير راه يدير 300 ألف برا. تضاعف حجم معاناة الموالين مع كثرة المشاكل، فتربية المواشي بالنسبة إليهم أصبحت أصعب. أحد راني نعرف صاحبي عنده 300 ياك عارف خاسر عليها لاحقت له زوج ملايين وشاري بلاد ب 50 مليون والعلف 300 حتى 350 ورجع 300 درك ذاك راه يدور في 300 شحال مركان. يطالب مربو المواشي تدخل الجهات العليا في البلاد لتطوير شعبة تربية المواشي بهذه الولاية السهبية. بصنبات قام عرمو ما هو صح لنا والو، خلصه العام 10%، الزوال تموت وحنا نخزرو فيه. والأعلاف شوية أسوام مرتفعة شوية، قالية شوية، الباقة 250 ياسر على المواط، والله غيس بزاف. ها والله غيس، راه ياسر على الله قال. الشعير راه 350 ثاني راه موال راه الله قال. تعتمد آلاف العائلات في بوادي الجلفة على مهنة تربية المواشي التي بدأت تنقرض مع ارتفاع التكاليف وقلة الإمكانيات.